ما المانع؟ طيب إذا كانت الكتل تعي حراجة اللحظة زين، فبهالحالة كل كتلة تختار وزارتها، ربما كتلة تختار وزارة خدمية وفعلا هي تريد تقدم خدمات لمنطقة ناخبيها، شنو المشكلة؟ يبدو الموضوع ما بيتناقض. لا مشكلة في الأماني، لكن المشكلة في الأدوات، ما هذه جربت مرات كثيرة. لماذا يصر حزب على أن يسيطر على وزارة لم يكن هدفه الاستفادة من موارد هذه الوزارة؟ يعني هي أصل الفكرة مريب، عندما تصر على حزب ما على وزارة فيما الهدف هو حكومة خدمة وطنية، طيب لماذا الإصرار على أن يسيطر الحزب على هذه الوزارة عندما يكون الهدف هو خدمة كل العراقيين؟ يعني واضح جدا أنه الرغبة بالسيطرة على الوزارات مرتبطة باستمرار الزبائنية. السيطرة على الوزارات تعني تعيينات للذين طيب في هذا الحزب، يعني لكن موارد. لكن ممكن يعني ما الذي فعله الإطار التنسيقي بهذا الصدد؟ أنا أعتقد الخطوة الأولى الصحيحة جماعة يقولون نوقف عمل المكاتب الاقتصادية مؤقتا، هل هذه الحكومة تمشي ورئيس الوزراء يختار كل الوزراء؟